أستاذ مظفر، مرة ثانية أرحب بك في بلدك دمشق وفي التلفزيون العربي السوري. شكرا. وقبل قليل ذكرت في المقدمة، قلت ملك الترحال، من النقاد من سماك الشاعر التائه بين المنافي. القرب كبير بين التسميتين، ولكن أي التسميتين أقرب إليك وأحب إليك، وأيضا يمكن أن تكون وردت في أشعارك؟ ملك الترحال حقيقة وردت في قصيدة اسمها مزاح على سفينة الترحال. نعم. كتبت القصيدة على أثر زيارتي إلى أريتريا. نعم. تسللي إلى أريتريا الحقيقة، تسللت إلى أريتريا وعشت في الثوار 3 أشهر. فكتبت وقت هذه القصيدة واللي قلت فيها: أنا ملك الترحال وتاج التيجان على رأسي حبة قمح، يطردني الحكام فأمضي مبتسما، هذه أرض واحدة لكن الحكام كثيرون. هذه في القصيدة. الضياع بالمنافي، الحقيقة لست ضايعا في المنافي، صحيح أنا تنقلت كثيرا. الضائع هو من أبعدني عن العراق، هم الضائعون. يعني أنا وجدت طريقي، اكتشفت العالم برا، فهمت العراق أكثر وأنا بالخارج، وهذا غريب جدا، ويمكن فهمت نفسي أكثر أعمق بسبب التنقل والترحال وظروف الغربة، فوجدت نفسي من الرحيل هذا المستمر في بلدان العالم إلى الرحيل المستمر داخل أبعاد الروح، روح الإنسانية. فمتى بدأت رحلتك إن صح التعبير بدءا من العراق؟ العراق صار لي حوالي 19 سنة خارج العراق. عدت مرة واحدة تسللا وبقيت 3 أشهر. وطيلة هذه الفترة متنقل من بلد إلى بلد، ودائما تجدني بين فترة وفترة رجعت إلى دمشق، أرجع أكثر مثل ما قلت قبل قليل، أكثر فهما للعالم وأكثر فهما لنفسي. أستاذ مظفر، لن أسأل عن حياتك الآن، إنما يخطرني الآن سؤال من وحي هذا الترحال في الوطن العربي وفي العالم. بدأت مع النورس في أول قصيدة بالفصحى، وانتهيت مع النورس في قصيدتك دوام النورس الحزين. ماذا يريد هذا النورس، وما هي الأبعاد التي اكتشفها في رحلته هذه؟ أول قصيدة نشرت في لبنان، قراءة في دفتر المطر، اللي بدايتها: في الليل يضيع النورس في الليل، القارب في الليل. والقصيدة اللي من القصائد الأخيرة هي دوامة النورس الحزين: النورس الحزين لم يصدق أنه في زريبة الدواجن أو في قفص الدواجن. بداية خروجي من العراق كان فعلا بالنسبة لي الجو غريب، ابتعادي عن العراق لأول مرة، خروجي للخارج هاربا طبعا. طبعا لا، الخروج ما كنت هارب، الخروج يعني جرت محاولات استرضائي بشتى السبل، بعث على القصر الجمهوري وحاولوا استرضائي يعني أشغل المكان المناسب أو أي شيء، فكان الثمن طبعا السكوت، وهذا بالنسبة لي غير ممكن إطلاقا عما يدور في العراق من ماشي. وكنت متوقع يعني بذلك الفترة كان النظام جديد ما غير مكتشف، وطارح أبعاد لجبهة وطنية وإلى آخره. بس بالنسبة لي كان في حدث داخلي بسبب من التجربة، أنه وين راح تؤدي هذه المسيرة، وهذه نتيجة الحرب والدمار والموت إلى آخره. فكان النورس في بمقدار ما في علاقة بوضعي الخاص، بعلاقة بوضع أي مقاتل، أي إنسان، أي باحث عن الحرية. النورس طائر، طائر بحر، طائر حرية،
طائر ينام على الأمواج أحيانا، القلق المستمر يعني حتى نومه قلق على النورس. فبعد فترة من تنقلي بالعالم وإلى آخره، ابتدت الرحلة المكثفة أكثر والأعمق اللي هي باتجاه اكتشاف أعماق النفس الإنسانية، بادئا بنفسي طبعا ومعرفتي بالناس أكثر فأكثر. فابتدأ تصير علاقة بين اليومي بشعري اللي هو القضايا السياسية المعاصرة، مشاكلنا اليومية، القمع المسلط على الناس في أكثر من قطر عربي، مشكلة الإنسان بالعالم، الوضع بالأرض المحتلة فلسطين، إلى القضايا الكونية العامة، اكتشاف فهم الكون، سبر أبعاد الكون، ما معنى وجود الإنسان، علاقاته بالآخرين، الذهاب إلى الحب بأقصى أبعاده والحرية بأقصى أبعاده. الضامن الأساسي أو الوازع الأساسي في هذه الحرية اللي بأقصى أبعادها هو الضمير أو الداخل بدون قيود أو شروط من الخارج. فكانت رحلة اكتشاف كبيرة بين النورس وهو في بداياته يواجه ذئبية هذا العالم لا يحمل سكينة كما في الوتريات، وبين النورس اللي في دوامة النورس الحزين اللي يصطاد ويوضع في قفص للدجاج، فيظل مذهول انه ما معقول انه يوضع في قفص للدجاج وهو طائر البحر، طائر الحرية والبرق والصواعق والى اخره. فيستحضر، ينزوي في زاوية من القفص ويستحضر صور الاشرعة والبحر والرذاذ وكيف يصعد ويسحب المياه ساحبا روح المياه خلفه من جنة لجنة وربما تنزل من ورائه الجنائن. كأنما أنه سيأخذ جنائن وراءه هو اللي ينزلها، هو اللي صعدها يطلع عليه فوق. إلى أن بعد أن يستحضر هذه الأجواء يموت هو واقف هذا النورس. فيستغرب الدجاج أنه في أكل في ماء، يا أخي ليش دي يموت هذا النورس؟ الدجاج ما يفهمه النورس طبعا لا يمكن أن يعيش في هذا القفص. بعدين في آخر القصيدة أيضا أقول أنه أمس واني في أغطية الصوف والعمر في أغطية الصوف رأيت النورس من شباكي قاطع هذا فضاءنا الميت إلى فضاء البعيد هو، فأرمي الأغطية وانتظيت قامتي ونشرت ساعدي مثل من يريد أن يطير. لم أستطع، دخلت في دوامتي لم أستطع، لكن أتى الفضاء ما بين عيوني ساجدا لأنني حاولت صرت نورسا. محاولة الإنسان هي هذه الشغلة الأساسية اللي أنا يعني في داخل القصيدة، أن الإنسان قد يخفق مرارا قد يخفق، لكن ما دام المحاولة قائمة فهو منتصر، حتى إذا قتل، حتى إذا عذب، حتى إذا سجن، حتى إذا أي شيء، ما دام المحاولة قائمة. هذا اللي في رحلة النورس، يعني طبعا في أعماق طويلة عريضة. والقفص هل هو قفص حقيقي في بداية حياته أم أنه متخيل؟ القفص بجنبين، يعني في بعض القصائد أنا أحكي عن القفص سميه قفص الدهر. نعم. قفص الدهر كما أنت ترى ضايقني واشتهتني لغة من خارج الدهر فهزته، فما بال فؤادي للذي يسجن فيه أشفق. يعني هذا الفؤاد أشفق حتى على القفص اللي هو مسجون به. فالقفص أحيانا هو محاصرة الدهر، أحيانا تحاصرك حتى أشياءك اليومية الصغيرة. القفص هو السجن اللي أنا عشت حكم عليه مؤبد، يعني كان حكم بالإعدام في العراق طبعا، بالعراق كان حكم بالإعدام، ثم جرى تخفيضه إلى المؤبد 20 سنة وثلاث سنوات أضيفت من أجل قصية البراءة أيضا. فالسجن عشته، يعني عشته حقيقة لمدة 4 سنوات قبل أن نهرب عملية النفق اللي حفرناها. فتشوف القفص يعني السجن، القفص المحاصرة، القفص أحيانا القيم البالية بالمجتمع تحاصرك، أحيانا تحاصر حتى بالشائعات، شائعات تبث ضدك يعني فتحاصر فيها القفص كل هذا. أستاذ مظفر،
قبل قليل أشرت إلى موقف الشاعر من الكون، من العالم، من الوجود، من الإنسان في الوجود. فكيف تجمع في قصيدتك بين الرؤية الفلسفية للكون للإنسان وبين الكلمات الجارحة التي تملأ كل قصائدك؟ قد أكون مبالغ قليلا لكنها موجودة في معظم كل قصائد الحقيقة. نعم. تأخذ حيز صغير جدا. نعم. بس في مشاركة وجدانية بيني يعني، هذا غريب. نعم. بيني وبين الناس فيها. نعم. يعني تلاحظ بالأمسيات أو حتى الناس الشيء اللي يحفظوه. نعم. من القصائد هذه المقاطع بارزة يعني تجي في ذهنهم، هي عبارة عن مشاركة وجدانية في الاحتجاج على ظواهر سلبية وسيئة. نعم. لا يكفي للاحتجاج عليها التعابير السياسية المألوفة. أحيانا ألام أنه في تعابير سياسية مألوفة، ليش ما تستعمل مثلا أنه الفلان انتهازي أو الجهة الفلانية انتهازية أو الآخر. أنا أقول مثلا فلان ابن فلان مثلا كسلطة أو كالآخر، أن تقول له أنت انتهازي يضحك، يمكن ينبسط يعتبرها يمكن بالمديحة له، فعلا صارت بمستوى المديحة له. لكن أن تقول له كلمة جارحة قاسية تهز كل كيان لأنها لها علاقة بالتراث، بالقيم المتوارثة، بالقيم اللي المجتمع يحتاج عليها تثيرها. فأنا أحاول أستخدمها، لكن أي شكل من استخدامها، هل هو للاحتجاج أم للترويج؟ نعم. لترويج شيء بذيء بالحياة ولا للاحتجاج على شيء بذيء بالحياة؟ الاحتجاج على شيء بذيء بالحياة بلا شك. وأنا أرى البذاء أو الشيء الجارح غير هذا، يعني استعمال هذه الصور للإدانة ما أعتبرها شتيمة جارحة وإلى آخره، أعتبرها أولا جزء من بناء القصيدة. نعم. يعني أن تفرز وحدها وتستقطع من خلال القصيدة يصير تجني. نعم. يجب أن تأخذ في السياق العام للبناء الكامل للقصيدة. الشيء الثاني، يعني لما أجد آني الآن أخذ وضع الأرض المحتلة، الانتفاضة. نعم. الأرض المحتلة لما الناس تحرق، عامل يرمى بالفرن، أربع شبان يدفنون في مداخل نابلس، هم أحياء، قتلى يوميا بالأرض المحتلة، تطويق. نعم. وإلى كل أساليب التعذيب والتفنن بالإبادة. لما كل هذا لا يثير، أنا أسمي هذا الموقف بذيء. نعم. موقف عدم الإثارة، أن لا يثار الناس لهذا، هذا أشد بذاءة من أي كلمة، من أي كلمة جارحة. لما أجي أسمع أن هنالك من يتبنى بعد كل هالانتفاضة العارمة وبعد كل هالسنين من الشهداء والدماء وإلى آخره، يتوسل للاعتراف بالكيان الصهيوني، طيب هذه أنا أعتبرها أشد بذاءة من أي كلمة بذيء، أنه يعني أعمد إلى التضاد بالقصيدة. نعم. بين ما هو كوني، بين ما هو يومي، بين ما هو أسود، بين ما هو أبيض، فهمي للألوان أن أرسم الكونتراست أو هذا التضاد مهم جدا ببناء القصيدة. ماهلر كان يسوي هارموني جميل جدا في نعم. في سيمفونياته كان النقد الموجه على أعمال الأولى أن هذا صحيح جميل وتناغم وإلى آخره، لكنه ما فيه ذاك التضاد اللي يشد. يعني احنا نقول مثلا باللوحة فيها ألوان فاتحة جميلة إلى آخره، ما في لون يمسك الألوان. نعم. لون حاد مثلا يمسك الألوان، تبقى متجانسة، تبقى متجانسة وضايعة. نعم. ضايعة لوحة بالفضاء كأنما. لابد من شيء يلمها يجمعها يمسكك. نعم. لابد من أرض. نعم. فبيتهوفن كان سيد التضاد بجانب الهارموني الهائل عنده، عند التضاد الهائل فجأة تدخل لطبول. نعم. تدخل لطبول وصاخبة حادة، يستفزك لكي تنصت إلى هارموني جديد. نعم. بينما إذا استمر الهارموني يضيع، تروح تسرح ويمكن تغفي. نعم. يعني مش مهمتي، يعني ليست من مهماتي أن أجعل الناس ينامون. مرة سألني ناقد في لبنان قال لي يا أخي، يعني كنت بالأمسية وبدأت بالوتريات بشكل جمالي وأنا سرحان وياك وراح أذوب إلى أن وصلت إلى مقاطع شعرت أنها عم تصفعني. نعم. قلت له لأنك راح تنام. نعم. يعني أنا مش منوم، لست منوم يعني مناطيس أو الجاينة ولا هو سحر، أنا جاي أطرح عالم بكاملة بكل تضاداته. فلما أحكي عن العالم الجميل أسوي الهارمونيات اللي أحبها اللي أريد، الانسجام، التناغم، أدخل بما هو كوني، بقضايا الوجود،
لما أجي لليوم اللي كثير 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 سيء ومؤتم ومؤذي، وخصوصا الأجواء اللي عشتها بالعراق يعني. بعدين بالإضافة حتى خارج العراق لما تنقلت في الأقطار العربية ممنوع إلا من دخول بعض الأقطار، يعني في ليبيا، سوريا، تونس أخيرا دخلتها بعد ما راح بورقيبة. تسللت إلى أكثر من بلد صحيح. نعم. فمن هذا من طبيعة حياتي، من طبيعة حياتي التضاد بي أحد، من طبيعة ممارستي لفن الرسم. حتى هذا التضاد أجده في كل قصائدك أستاذ مظفر. ذكرت قبل قليل الاحتجاج، ولو أخذنا أي قصيدة من قصائد الاحتجاج التي يمكن أن نسميها قصيدة احتجاج لوجدت فيها أيضا مناخات أخرى غير مناخ الاحتجاج. لا أعلم إذا كان يخطرك الآن مقطعا منها، وإذا كان هنالك مقطع يمكن أن يغنى أيضا يمكن أن نشير إليه لو سمحت في قضايا الاحتجاج، لأن هذا الموضوع تتنقل فيه في عوالم مختلفة متناقضة أحيانا لكنها تكتمل ضمن عالم كبير فيه رؤية للوجود. الحقيقة كل القصائد بها هذا الجانب، يعني الاحتجاج أو صرخة الاحتجاج اللي حول هذه المواضيع. يمكن الآن ما أتذكر كثير من القصائد، ممكن أقرأ، أنا ما أحفظ عادة لو سمحت، ممكن أقرأ أما غناء فصعب. معنى الفنان جلال ويمكن أن لا ممكن أغني يعني عادة أغني يعني يمكن أحيانا يوجه نقد لبعض الأمسيات، يعني أعتقد أن نقد ما هو سليم، يعني أنه يعني تصل الوضع به إلى حد الغناء. أنا أقول الغناء يعني هو يعني أعلى أشكال التعبير عن الروح، يمكن يوصل للرقص، الرقص اللي تتفتح بجسد نحو الحياة والكون. في فترة من الفترات كتبت قصيدة المساورة أمام الباب الثاني، وسميت ديوان مجموعة شعرية مجموعة بها هذا الجانب من الاحتجاج، من الصوفية، من الهدأة الليلية إلى الاشتعال. ومثلا في طريق الليل ضاع الحالف الثاني وضاعت زهرة الصبار، لا تسأل عني لماذا جنتي في النار، جنتي في النار، فالهوى أسرار، والذي يغضي على جمر الغضى أسرار، يا الذي تخفي الهوى بالصبر، يا بالله كيف النار تخفي النار، يا غريب الدار إنها أقدار، كل ما في الكون مقدار وأيام له إلا الهوى، ما يومه يوم ولا مقداره مقدار. الأشق نجي إلا الهوى، الأشق هو الحالة الكبرى، هو الحالة اللي نهاية المطاف، يعني هذا الترحال، هذه المنافي، هذه الرحلة داخل أبعاد النفس توصلك إلى حالة من الأشق لكل ما حولك، للناس. يعني أحيانا أنا حار، يعني أجد نفسي أطلع بالناس وعندي خشية أنه يساء تفسيري في تطلع، في حب، في محاولة لاستكناء أي إنسان ألاقيه في طريقي وين ما كان، يعني ليس فقط في وطننا العربي، بأي مكان. حقيقة باريس كنت أمشي للصبح وأحكي مع كل الناس، أي إنسان ألاقيه آخر الليل، امرأة سكرانة آخر الليل، بحانة، ممكن تغني لك أغاني من أيام الأربعينيات في فرنسا، وفعلا هذا حصل. فتدخل في جو علاقة صوفية بالأشياء وتعرف أن هنالك أشياء لا تنتهي. مثلا اسمع صوت هذا العود، هذا العود الصوت هذا لا يمكن أن ينتهي إطلاقا، مهما جرت من محاولات لقمعه لإسكاته، الناس راح تكتشف وتخترع، افرض دمر أو حطم هذا العود، كسر، الناس راح تصنع عود جديد بشكل سري، راح تصنع أغنية سرية، راح تسوي لقاء سري. فإحنا بحاجة إلى أنه هذا كله يطلع للعلن أفضل، يعني قد حياتنا هتكون نقية أكثر، كلما سارت بها ديمقراطية أكثر، كلما كانت بها العلن أكثر، الإنسان ممكن يقول أي شيء يريده بإطار الحدود، التزام الشخصي، يعني بإطار ضميره، قد ضميره يلزمه به، يعني مو ليست فلتان وعبث. فهذا إذن الربط بين ما هو وجود وكون ومطلق وعلى فكرة ويومي أيضا ويومي.
جزء من بناء القصيدة أو هو هيكل بناء القصيدة، لا يمكن أن تبنى غير شكل. لو أخذنا القصيدة التي ذكرت قبل قليل مقطعا صغيرا منها، المساورة أمام الباب، وهذه القصيدة أيضا مغنات، يمكن للفنان جلال أيضا أن نسمعها بصوت الفنان، طبعا هي من ألحان الفنان صفوان بهلوان. إذا أخذناها كمثل لو سمحت نسمعها، والأخ صفوان يعني مع الاعتذار من اللحن إلى طبعا والتقينا كذا لقاء الأخ صفوان، وفي سهرة من السهرات لمتنا سمع مقطع مدخل القصيدة وطلب مني القصيدة، فبل ابتدأ بوضع لحن للمدخل، اللحن اللي راح نسمع الآن. بقية القصيدة الحقيقة بعدها سافرت مباشرة، والآن أنا أحاول أن نلتقي مرة ثانية حتى يكمل اللحن. لحن جميل جدا، لحن تحس به تهويمة ليلية ماشي وحدك ويرافق صفير. ظفار، على ضوء ما سمعناه الآن من هذا اللحن وهذه القصيدة المساورة، طبعا ذكرنا أيضا قبل أن نسمع القصيدة أن فيها جوا صوفيا وأن فيها أيضا تلك الإيقاعات التي تكسر الركابة في الجو العام للقصيدة، وأيضا لاحظت أن هنالك علاقة بين أجواء هذه القصيدة وحياتك القديمة في العراق، بين الأجواء أقول. هل تحدثنا قليلا عن هذه الأجواء وعن هذه العلاقة التي يمكن أن تكون مبثوثة ضمن القصيدة لو سمحت؟ الحديث عن العراق يعني يثير بي ذكريات حقيقة حزينة، يعني صار لي حوالي 19 سنة أو 20 سنة يمكن، لأنها حياة غنية جدا أولا في النضال وثانيا في خصوصيتها. صحيح. وفي الميدان الشعري أيضا، الإبداع الشعري للشعر ظفر النواب، يعني هو اللي كونني أكيد الجو العراقي. يعني بداية التكوينات ويعني بداية الكتابة بداية الشعر بالعراق أكيد. قلت أنه هذا يثير ذكريات حزينة في نفسي، الحزن في نفسي يعني مجاور للفرح دائما، اثنين مسوية يعني، بنفس الوقت اللي أنا أكون حزين أكون باللحظة الثانية يمكن فرح جدا. ليس الحزن القاتل الخانق، الحزن اللي عنده قدرة على الخلق يختلف. في نوعين من الحزن، في حزن يحبسك للداخل ويمسح الإنسان يعلم دبي العلم، في حزن لا يخليه يتفتح يتألق. إن شاء الله زهرة سودة، يعني حتى تفتح بس كزهرة زهرة جميلة أيضا. نعم. فالحياة بالعراق كان بها التجاور بين الحزن والفرح باستمرار، الحياة والموت باستمرار يعني سوية، العشق واضطرارك أنه ترفض حد الحقد لكنه مو حقد، ترفض حد الحقد، يعني لابد أن يكون عندك عاطفة هذه تمتلكها حتى تقدر ترد. ترد دفاعا عن قضايا الناس إذا مو عن قضاياك أنت الشخصية. حياتي بالعراق طبعا قصة طويلة، قصة طويلة مملوءة الأحيان أريد خيوط طبعا يعني خلاف ما يعني تصور الكثير من الناس من جولة وتريات أنه مولود بالأهواز، منها صحيحة مولود في بغداد، وعائلتنا من يمكن 4 أو 5 أشهر عوائل في بغداد العتيقة القديمة. ربيت في بيت ضخم قلعة، كان الطفل الوحيد يعني في عدد هائل من الغرف، سقوف عالية، البيت على النهر، فللنهر للماء علاقة بشعري باستمرار إذا تحس يعني. نعم. بالقصائد جدي لوالدي شاعر وكان مريض، آخر أيام حياته أصيب بمرض أعصاب متعب لكن ظل يقول الشعر، كان يجلسني في حضنه ويقرأ لي شعر. كان شكله مثل ما ذكره اللحية بيض، يشبه طاغور شكله، أنا اللحية بيضة وأسمر طويل إلى آخره، فشخصيته كثير أججت في نفسي قضايا. وكان هذا الشعر اللي بكبرياء مثلا، لا تسقني كأس الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحمد، هذا كان يرددها باستمرار في البيت. أكثر من واحد يعني أعزف على آلة موسيقية، والدتي تعزف على البيانو، والدي على العود، كان أخوالي أعمى إلى آخره، يعني البيت
البيت بلوحات كثيرة، مكتبة كبيرة، كنت أصعد على الكرسي حتى حصل لي كتاب من الكتب. بعدين جو العراق الصاخب بذيك الفترة، بيتنا في رغم ضخامته بس في منطقة شعبية وعنده علاقة بالبيئة الشعبية اللي حوله، بالأعياد والأراجيح والمواكب الكربلائية والمشاعل وماء الزهر والنساء اللي يبكوا مقتل الحسين وإلى آخره. جو تراجيدي. نعم. جو تراجيدي في كل عاشوراء. هذا الجو في البيت أيضا. هذا بالبيت كانت المواكب الكربلائية تدخل بيت ضخم، هو تدخل بمشاعلها والخيل والنساء والأعلام البيارق الملونة وماء الزهر اللي رش على الناس. الطوابق الفوق من البيت كانت تمتلئ بالنساء، ما تشوف إلا النساء، كتل سود وعيون طالعة فقط، فكتلة يعني محيط من العيون. في صورة لعمر بن أبي، وكنا إذا أبصرنني أو سمعنا قصيدة عينة فرقعنا الكوى بالمحاجر. فكان يعني لما أتذكر البيت القديم أنه مش كوى بالمحاجر، هذه محاجر كلها حولك نين ما تلتفت، أي النساء ودموع بيها في كربلاء. فجو هو حزن، هو أعلام، هو ماء زهر، هو هزيت شعبية ظلت في ذاكرتي وكونت لي أذني. يعني الآن يمكن يمكن يعني أكيد أكتب دون أن أفكر بالعروض، درست العروض بالجامعة لكن ما أفكر بها أثناء الكتابة إطلاقا. وراثة أو من الجو من الآلات الموسيقية بالبيت، العود ويا والدي، من الأهازيج الشعبية، من الأعياد، البيانو، الغناء اللي بالبيت كان هذه كون القراءات الأولى المذكرة الشعرية. فكانت أذن بها جانب يعني الأذن تتموسق أيضا. نعم. مثل إحنا نستعمل بالرسم نقول كليفر هاند، إيد ذكية. نعم. الإيد تصير عندها ماهرة. ماهرة. نعم. لا ذكية. ذكية. نعم. يعني تستعمل كلمة ذكية. نعم. كليفر هاند. فهذا كله جو البيت الأول. ومثل ما قلت لك البيت عن نهر الفيضان، نهر دجلة كان مخيف في فيضانه، الهدير. طفل صغير بفراشي مثلا نايم إلى آخر أسمع صوت الهدير والقصص، قصص الطفولة الأولى اللي كنا نسمعها كلها كونت بدايات. الأساتذة اللي درسوني في البداية هذه الأجواء ما تزال وأنت تكتب القصيدة الآن تتردد في ذاكرتك باستمرار، أم أن العراق في هذه الأيام يتردد؟ العراق العراق تحضر بكامل، لا يمكن أن تستحضر مجزوء. نعم. يعني ما في إنسان من أي بلد يستحضر وطنه مجزوء، لا يمكن. تستحضره بكل أفراحه وذكرياته وطفولته وتراثه والموت والقمع اللي بي والدمار اللي صار كله يجي في ذهني أثناء القصيدة، ويجي بشكل غامض يعني ما يجي تفاصيل. نعم. من خطأ. بعدين كل هذا اللي الأساتذة اللي لعبوا دور في حياتي حقيقة سواء بالرسم أو بالشعر. بس يبقى انه جانب من فهمي للعالم وللشعر انه اخر تعليمي ان تنسى التعليم. تتعلم، لا يجب ان تتعلم كل شيء. يعني اقرا اكثر مما اقرا بالشعر، قراءاتي الشعريه يمكن قليله نسبيا، اقرا اكثر فلك، فيزياء، كيمياء، رسم، اقرا عن الجانب العلمي، اقرا كثير عنه. يعني قصص قضايا الفلك، اكتشافات الفلك الأخيرة تسوي ساعة عند الشاعر رهيبة. نعم. رهيبة ولها علاقة بالكتابات. بعد هذا يجي جو السياسي بالعراق. الجو السياسي كان صاخب أيام معاهدة بورتسموث والاصطدام بالشرطة بالشوارع بغداد والقتلى، وأنا طالب متوسط طلعت بأول مظاهرة، طبعا أهلي كانوا يخافوا عليه. نعم. عايش في بيت مترف وإلى آخره. بس البيت أيضا عنده إرث نفي سياسي. إحنا عائلة هاجرت من الأساس من الجزيرة ثم أجت للعراق ثم أيام الاضطهادات أيام العباسيين راحت للهند، حكمة الهند، مقاطعات الهند الشمالية حكمتها، ثم صار الاستعمار البريطاني، قاومت الاستعمار البريطاني فنفيت. العائلة عايشة أيضا حياة منافي مستمر، تنقل مستمر، وفي حقد على الاستعمار البريطاني ومش ذاك. الاستعمار كان بريطانيا بالنسبة للعراق. هذا جديد طلعت من أمريكا طبعا. فهذا أيضا
الشوارع الصاخبة ومن شنو، ثم ارتباطي بالحياة السياسية والتنظيمات السياسية وإلى آخره، كون كل القاعدة الأساسية لكتاباتي ولحياتي لاحق، مو فقط الكتابة. يعني أنا أعتقد هنالك ترابط وثيق ولا يمكن بالنسبة لي أن ينفصل بين الشاعر وبين حياته. يعني كثير أسمع قصائد أحيانا لشعراء حتى بها جوانب نضالية بس ما خابوا تجربة، فأحس في خواء وفراغ وراء الكلمات. أستاذ مظفر، الآن كيف تنظر إلى العراق وأنت بعيد عنه، وهو في معظم قصائدك ومعظم أشعارك التي انتشرت في الوطن العربي كله؟ في قصيدة قديمة ألقيتها في دمشق من 10 سنوات أو أكثر، يا نخل أهلي بالعراق يشم رائحة العراق على الغبار، فلما أنت حتى العراق تشم على الغبار، الغبار المؤذي وإلى آخره، فالحب أكيد هائل للعراق. وما في قصيدة تخلو يعني من ذكر العراق وأبعاد العراق الآخر. كانت ذكريات العراق حادة بالبداية، تصل إلى البكاء إلى الدمع، يعني مش بكاء، دمع، يعني تحس الدمع ينزل بدون أن تسيطر عليه. هذا الجرح الحاد إلى آخره تضطر تتواطأ ضده داخليا لأنه يدمرك، يعني تحاول أن تبقى للذكريات، لكن تجي لحظات تستيقظ بيها، تتمنى أنك تتذكر باستمرار ولا تستيقظ اللحظات القليلة اللي قاسية، توصل لحد أنه ما تعرف شو تسوي. يعني يتمر ليالي كاملة ما أقدر أنام، أحيانا أطلع لف شوارع دمشق أو أي مكان أكون به بالعالم، أطلع أمشي، وأتمنى أي إنسان أحكي وياه، أي إنسان أحكي وياه حتى أتخلص، يعني أول ود للإنسان فأنا حتى أتخلص من هذا الجانب من الذكريات. اللي صار بالعراق صعب أن يفهم من الخارج، لابد أن تكون هناك على التفهم. في ناس يؤخذ من البيت يمكن لأنه قال كلمة، احتج على أسعار مواد غذائية، ثاني يوم يلقوه أهله قطع من اللحم في كيس نايلون بالباب، سجون، معتقلات، تعذيب، أنواع التعذيب البشعة. أنا قلت لك حاول، يعني جرت محاولات استرضاء مني، لكن كيف تسترضى أنت أو كيف تسكت زين وأنت هذا علاقتك بالناس وحبك للناس عما يدور للناس؟ يعني على بإطار الفردي يعني يكون قد ملك بالعراق، يعني مثل ما أريد، يعني بأي رفاهة أريد. وطرح علي هذا خارج العراق، جاني يوم ما شفيق الكمالي كان وزير بالعراق وجاني ليبيا، وهذا أقول الآن علنا، يعني يوم ما أنا كنت أقول لأنه كان شفيق حي بعده، الرجل انتهوا منه أيضا زعامين وقت انتهوا منه، فشفيق طلع لي ورقة وقال لي يعني مكلف أنه اكتب ما لا يخطر ببال بذهنك نحقق لك قبل أن ترجع العراق. قلت له أنا مش راجع، الآن مش راجع وأنا أقدر الظرف اللي أرجع به. قال لي نحقق وانت برا أي مكان تريد أعيش فيه. قلت له أنا ما عندي اشتراطات، أنا عشت يوم ما ب5 ليرات ببيروت، ما عندي مكان، عندي عمل وقاعد ببيروت ما عندي عمل، وياي صديق فلسطيني عايش فيها ببيتك، كنت رجل صديقي لحد الآن، بس فرحان بحياتي لأنه لا رحت على أحد، لا ارتبط من أحد، وما ذليت نفسي لأحد لأي نظام، ورفضت القمع هذا بالعراق وإلى آخره. فرح بحياتي يعني، ولحد الآن يعني فرحي متأتي من استقلالية موقفي، أنه حدودي لفهم الاستقلالية، وبجانب أي قطر عربي الآن مهما تكون أبعاد تعرض لهجوم من الخارج. هذه قضية أخرى، هذه قضية لا نقاش فيها إطلاقا. يعني ليبيا انضربت فورا، أنا كنت بالإذاعة، أنا من مذيع بالإذاعة إطلاقا، يعني عايز تشاع أنه أنا من مذيع بأي إذاعة بالعالم، أنا رجل أبعادي معينة وأسافر وأرحل حيث ما يكون هنالك تأجج ثوري، اندلاع ثوري، أروح يغريني هذا. فمثل ما قلت لك أنه صار تذكر العراق قاسي مؤلم، خصوصا الأيام هذه، الأيام هذه تزداد الأمور بها سوءا بعد الدمار اللي صار بالحرب. أدنى 40,000 مهجر في سوريا، عايشين في سوريا عراقيين، في جمعية لهؤلاء المهجرين ترعى شؤونهم، بس صعب 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 جدا. هذا في سوريا فقط، في سوريا فقط في العالم كثيرة، وصعب أن يعني تحمل
كتلة بشرية هذا عدده يعني اقتصاديين وإلى آخره. فأغلبهم وضعهم المعاش كثير سيء كثير سيء، لأن يعني الدولة هناك في العراق صادت كل أموالهم وقسم منه واللي مهاجرين إلى إيران. يعني نسمع قصص عن المهاجرين في إيران يعني معيبة 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 جدا، مش بالنسبة للإنسان كإنسان كوجود، والمفروض أي إنسان بالعالم يحتاج عليها بغض النظر عن الصراع السياسي والبعد السياسي وكونه مع الوضع بالعراق أو ضد الوضع بالعراق. نساء وعوائل يأخذوا أطفالهم، امرأة يخلوها بالسجن، يرحلون البقية مشي إلى إيران، بالطريق يعتدون على النساء واللي تسقط واللي تظهر واللي يموت واللي يعني قصص بشعة بشعة حقيقة. يعني لا يعني يندعي لها الجميع حتى عيب يذكرها يمكن الإنسان، لكن هذا اللي حصل. فالآن إحنا يعني أمام وضع حقيقة عجيب. كيف تتذكر العراق؟ تتذكر كل هذا الحزن، كل هالأرامل اللي يتامج قد يتمت الحرب ورملت وفكلت. هنالك جوانب كثيرة وغنية في حياتك، في حياتك في العراق. لا أعلم هل باستطاعتنا أن نمر عليها مرورا سريعا بخطوط عريضة، لأن لها علاقة وثيقة بكل ما كتبته من الشعر، لا سيما ما كتبته بالعامية العراقية. فنبدأ بخطوط عريضة من البدايات الأولى. طبعا ذكرت فترة الطفولة، ذكرت ما يتعلق بالعائلة وبالموروث العائلي التراثي الشعبي الكبير، لكن فيما يتعلق بالشاعر مظفر النواب بمرحلة مرحلة، إنما بمنتهى الإيجاز لو سمحت، لأن الوقت لا يسمح بالتفاصيل الكثيرة. بعد المرحلة الدراسة وخلال مرحلة الدراسة كنت أرسم طبعا في الفترة، وكوننا مجموعة الفنانين الانطباعيين بالبداية، عضو في جمعية الفنانين العراقيين، عضو اتحاد الكتاب ومؤسس لاتحاد الكتاب العراقيين. نعم. بعد 63 هربت إلى إيران. إيران ألقي القبض علي أيام الشاه من قبل السفاك وأذب التعذيب بشع اللي جاي بقصيدة الوتريات. نعم. ثم سلمنا للعراق. بالعراق حكم علي، يعني بين كان حكم اعدام، ثم خفض 23 سنه 20 و3 لقصيده البراءه. اخذت لي سجن سلمان اللي بناه الوطاشه. نعم. قضيت 3 سنوات، ثم نقلت الى سجن داخل المدينه، حفرنا نفق تحت الارض. نعم. احنا 4 واحد يعني احد المخططين الاساسيين في عمليه النفق. كم استمر حفر النفق؟ النفق تقديرات السلطه بعد ما هربنا انه يحتاج 6 أشهر بالات جيده. نعم. احنا حفرناه بمفك كهربائي وسكين سكينتين مطبخ. نعم. سكينين مطبخ ب 39 يوم. هم قدروا 6 أشهر بأدوات جيدة ومساعدة من الخارج. نعم. ما كان في مساعدة. طول النفق تقريبا؟ طوله حوالي 20 متر، عمقه حوالي 3 أمتار تحت الأرض. وطبعا كنا نختنق أثناء عملية الهرب نتيجة الاضطراب اللي ساد وإلى آخره إلى آخره، لكن نجونا. اللحظة اللي طلعت بها من تحت الأرض هي في فتحة من الجانب الثاني داخل جراج سيارات. أيوة. لصيق بالسجن. نعم. يمكننا نختنق، فبعد ما طلع اللي أمامي بانت السماء فوقي، هذه أجمل سماء شايفة في حياتي، يعني هذا القوة الصغيرة اللي بها النجوم نفس جسمي كله. وبعد ما اختبأت في بغداد فترة، اختبأت في بيت عسكري مع السلطة، خواته خبوني هو ما يدري، أنا بالطابق الفوق والتحت ما يعرف. نعم. في هذا الوضع بالعراق موجود، يعني تلقي داخل العائلة الواحدة وضع من هذا النوع. بعد هذه ذهبت إلى جنوب العراق، إلى مستنقعات العراق الأهوار. نعم. في فترة الكفاح المسلح، وعشت تجربة الكفاح المسلح لمدة 1.5 سنة. كان في هم عندي خلال هذه الفترة لحقيقة، كنت احمل كلاشينكوف. نعم. بالبدايه عصا، كان سلاحي عصا، ولما كنت اجيب الريف مشي يعرفون الفلاحين، يلاقيني احيانا وجه الصبح فلاح مجهول ما اعرفه امر ببيته، فيلاقيني بيجي عصا يستغرب انه بالريف بسرقات وبحيوانات انت تمر بعصا تمشي بيه بالليل، الى ان يوم ما امتلكت كلاشينكوف فلاقاني الرجل يلي والله انت وعصاتك كنت اهيب من الكلاشينكوف، مخيف اكثر، يقول لك هذا مستقتل. نعم. فايت بيد عصب هالليل بيد كلاشينكوف مسلح. فعشت فتره 1.5 سنة تقريبا بالفترة الكفاح المسلح في ريف الغراف،
فترة غنية جدا، فهمت الفلاحين أكثر، فهمت السلاح أكثر. وأنا أعتقد وكانت غنية بالشعر أيضا، غنية بالشعر طبعا، الشعر باللغة العامية، اللغة العامية هي جاءت من تلك الفترة؟ لا قبلها، نعم. من قبل أبي يعني، في تجربة أيضا مع الحديث يأخذنا طويلة هي. فكان سلاحي معي باستمرار والغناء معي باستمرار. نطلع ويا فلاح مثلا على خيل، خيالة احنا نركب خيل ونسلحين، يقرأ لي بعض الأبيات، يكون فلاح شاب مثلا لما أقرأ له قصائد يطلق الكاتشوف رغم سرية العمل يعني، نعم. يا رجل لا تطلقته وتفضحنا، نعم. ما يقدر يعني، ما يقدر يسيطر على نفسه. فالبندقية كانت هي الاختباء الحقيقي، يعني أعتقد أي اختباء آخر غير حقيقي، يختبي المقاتل دائما وراء بندقيته فقط لكي يستطيع أن يدافع عن نفسه في اللحظة المناسبة. هناك قصائد تتعلق بهذه الفترة وبفترة الكفاح المسلح أيضا، هل نتحدث عنها إنما بإيجاز لو سمحت، ونأخذ أمثلة من القصائد التي قلتها في تلك الفترة لو سمحت؟ في قصائد منها بعضها قبل هذه الفترة، بداية معرفتي للمستنقعات جنوب العراق الهوار، نعم. هي زيارات خلال فترة ثورة تموز، نعم. قتل أول فلاح ذيك الفترة، هي بداية الردة في ثورة تموز، مقتل هذا الفلاح. مقطعين كانوا هربانين إلى إيران الشاه، ثم شعروا أن هناك تخلخل في موقف السلطة، فتسللوا وغتالوا فلاح نخط كان بالهوار اسمه صاحب الملخصات أو صاحب، نعم. واللي كتبت عنه قصيدتي مضايقة شهيرة، نعم. هذا الفلاح السلطة، نعم. رفضت تشيعة بالمدن خوفا من التظاهرات واجتماع الناس وإلى الاحتجاج الصاخب، فرحت للمنطقة يعني مباشرة. كنت ناشر أول قصيدة غزلية بذيك الفترة اللي هي مرينا بيكم محمد وإحنا الغطار اللي، نعم. فرحت بيني وبين نفسي تحدي من جهتين، تحدي للسلطة اللي منعت الجنازة اللي تمر بالمدن، وتحدي لنفسي أنه هل بإمكاني أن أعالج أو أقول شيء للشعر الشعبي بمستوى الغزل في قضية سياسية وجماليا، نعم. رحت للمنطقة، شفت زوجة الفلاح وابنه، حكت القصة، شفت الفلاحات، شفت بيوت القصب، عشت الحدث وأجواء. ورجعت واني بالطريق بالمشحوف اللي هو زورق، نعم. زورق من يعمل الأشوري نسمي المشحوف يعني. بدت القصيدة تشاورني، تكون، نعم. ثم بعد فترة اكملت طبعا بعد ما رجعت الوداد. القصيدة اسمها مضايفيل، المضيف هو المكان اللي يعمل بالريف، منزول منزول كبير حتى يجي الضيوف بي الى اخره، فعلكم بالهال والقهوة والى اخره. فهنا اشبه النساء اللي هن طويلات بمضايف الهال، مضايف الهال طويلات وجميلات ورائحة هال بهن. فالقصيدة تتحدث عن زوجة الفلاح هذا، سمعت صوت الطلقات فاشعرها قلبها انه هو هذا اللي قتل، فتركض تلقي النساء ملتمات والكحل عم ينزل مع الدمع من عيونهم على الدم، نعم. اللون، قضية اللون الدم. فتقول لهم ميلا لا تنكطن كحل فوق الدم، ميلا وردة الخزامة تنقط سم، جرح صواحب بعطابة ما يلتم، لا تفرح بدمنا لا يلك طاعي، صواحب من يموت المنجلي داعي. هذا مدخل القصيدة. قصة أخرى سعود، عشائر سعود، فلاح تحدى السلطة وحاول ينتخب الناس اللي يريدهم، فقتل عند الصندوق الانتراع. أختل شفتها بوزارة الدفاع، امرأة حافية ودبكت وسط وزارة الدفاع عن تتغنى بأخوها، فكتبت عشائر سعود، أذول احنا سرجنا الدم على صهيل شقر يا سعود، خلينا زهر النجوم من جتح الحوافر سود، تجادح عيون الخيل وعيون الزلم بارود، وياخذنا الرسل للشمس من زود الفرح ونزود، يسعود احنا عيب نهاب يا بيرغ الشرجية، هذه شامغ الثوار تبرج نار حربية. فترة اللي عشت بها الكفاح المسلح كتبت حتشام البرجس، حتشام اسم فلاح، نعم. يا حتشام لا تمشي شراق الراق، يا ابن الحرة ما يستوحش التفاق، اللي شايل تفكته وندقيته ما يستوحش، نعم. ليش ماشي متخبئا؟ يا حتشام لا تمشي شراق الراق، يا ابن الحرة ما يستوحش التفاق، يا ابن الحرة هذا عراق، هذا عراق يطلع منه كل شيء. وكتبت قصائد كثيرة حول الفترة بالأهوار. مررنا عدة مرات على إشارة
كنت أذكرها باستمرار وهي الرسم. المعروف أن الشاعر مظفر النواب متعدد المواهب، يكتب الشعر باللغتين العامية العراقية والفصحى، وأيضا يرسم وأيضا يغني. صحيح. ولا أعلم إذا كنت تعزف على آلات موسيقية. أنا حاولت أتعلم هذه الأخجلال اللي وياي الأبادين. نعم. فبالنسبة للرسم، السؤال متى ترسم ومتى تكتب الشعر؟ هل هنالك حالات منفصلة عن بعضها أم أنها حالة واحدة مرة تخرج؟ هي الحالة الكهرباء النفسية أو الحالة النفسية هي اللي تحدد الشيء اللي يعني ترسم أو تكتب عامية فصحى. فصحى تنشأ مجهولة فصحى. نعم. مجهولة فصحى ما محددة. هي تلم حولها جوها الكامل من مفردات ونغم وموسيقى تقدح مجهولة. العامية تقدح جملة عام يعني جملة مجهولة عامية. مثل ما يحكي أحد الرسامين الفرنسيين أنه بالبداية لما يوصل لما يقف أمام لوحة ما بذهنه شيء إلا عبارة عن عاصفة وضجيج اكتظبي من الألوان والخطوط وأشكال غامضة. يبتدي يضع الضربات. نعم. ميرو هو جان ميرو الرسام يضع ضربات. هذه الضربات الأولى من اللون هو في شيء يعني في ذهنه في روحه في نفسه في ذهنه شو أنت تسميها، لكن بعد نشأ من مكونات عديدة بالماضي. نعم. بس أخذ لابد أن يصير يوما ما عدم حتى ينصهر تماما، يعني ما يبقى شيء بتفاصيله وجزئياته. هذا يعني يخل بالتجربة الفنية إذا بقت التفاصيل كما هي تفاصيل. فذابت كلها ويجد أمام هذا الذوب هو نفسه من الألوان والخطوط، فيقول أضع الضربات الأولى. أجد الضربات الأولى بدأت تتحاورني، أضيف خطوط تبتدي تتضح الأشكال اللي أنا رايدها أساسا بشكل مجهول، اللي قلت اللفظة المجهولة المفردة المجهولة اللون المجهول. ويستمر هذا الحوار بين الرسام وبين اللوحة، نوع من الجدل، الجدل الفني. ألا تلاحظ أن الأجواء التي وضعتنا فيها الآن فيها شيء من السريالية وفيها شيء من الرومانسية؟ هو ميرو سريالي. نعم. ميرو سريالي حقيقة. وبالسريالية فيه يعني لما تجي يعني بعض القضايا اللي أكتبها، بس غير السريالية عد يعني التقليد. لا كتيار وفج. نعم. لا في تقليد وفج. نعم. يعني أحيانا تقرأ لأنك أدخل تيار اللا شعور أيضا في تكوين. أيوة. ما يحتمل في ذهن الفنان أو ممكن الشاعر. تستعمله. كما أرنب جاء من حلم سيدة واشترى وردة. صورة سريالية. لكن لم تجي خلال سياق القصيدة، الآن ما في نقرأ قصيدة كلها. تجد أنه إلها محل، يعني هذه السريالية إلها محل، مثل ما الشتيمة إلها محل، مثل ما المفردة الجارحة إلها محل. كل شيء بالقصيدة إلى مكانه. عالم كامل. فينشأ هذا الجدل بين الرسام أو بين الشاعر والمفردة وإلى آخره، وتتكون تدريجيا اللوحة. القصيدة أو اللوحة. أو اللوحة. نعم. أستاذ مظفر، أخذنا الحديث وتركنا جانب هام في شعرك وفي حياتك أيضا، وهو شعر الغزل. جمهورك لا يمكن أن يترك مثل هذه المناسبة دون أن يسمع شيئا من قصائدك الغزلية. حبذا لو حدثتنا قليلا عن شعرك الغزلي، وأن تختار لنا بعض القصائد أو المقطوعات من أشعارك الغزلية بالعامية العراقية وبالفصحى لو سمحت. بالنسبة مثل ما يعني برأيي أنه الغزل كلمة غير الكلمة اللي يعني استعملها في وضعي اللي هي العشق. العشق. نعم. العشق كلمة توحي بالغزل وتوحي ببعض صوفي أيضا. ببعض صوفي وببعض أعمق، يعني في عمق آخر تستشفه بالإنسان. نعم. الغزل ممكن أن يكون العلاقة بالجسد فقط أحيانا. نعم. بينما العشق إلى علاقة بالجسد وما وراء الجسد من أبعاد وإلى آخر. القصائد الغزلية حقيقة كثيرة، لكن فعلا الغالب هو أن يكون يعني يجي العشق أو هذه خلال بناء القصيدة العام اللي بها السياسة وبها فهمي للقصيدة، بناء القصيدة. يعني أنا لا أفهم المرأة بعيدة عن الجو العام،
يعني امرأة مخدع فقط، لا يمكن. المرأة لا تعني امرأة مخدع فقط، امرأة حبيبة وصديقة وكل الأبعاد الأخرى اللي تحصل حاصل. يعني لا يمكنك أن تقول قصيدة غزلية أو قصيدة في العشق بعيدا عن هموم الإنسان؟ ما هي مرتبطة بالهم الإنساني، مرتبطة بالهم الإنساني في بعض بعض القصائد اللي هي استثارات حادة أحيانا. نعم. تماشي بالطريق، ما بسمي عشق ذاك الوقت، بس أحيانا تلاقي شكل جميل، امرأة جميلة جدا تلاقيك بالطريق تصرخ من داخلك ما فيك، أو تلاقي عينين قدامك ممكن أحيانا مخيفة، نجمة الصبح يعني تخوفني مثلا لما أقعد من الفجر، أو مريعة بمعنى أنها تدخل الروع. الروع أي أو لا، حتى حد أن يعني في نوع من الجمال تخاف منه حقيقة. الخوف يجي متأتي من أنه هذا أكثر مما تصور، وتخاف أنه يروح، هذا الخوف متأتي من هنا. فتصرخ صرخة من سواء بالعامية بالفصحى، أي حي الله غرض، حي الله كلمة، أي شيء مشان تعبر عن عاطفتك هذه. لك صرخات في هذا النوع؟ في صرخات، يعني مثلاً بالعامية مثلا العراقية أو بالفصحى، يعني ممكن نقول بالثنين. نعم. مثلا بالفصحى، أتوب وصمتي يعترف كيف الصبر على جسد كان تنتأ زهرة لوز، فاضطرب الطل الخالق عشقا وتهيجت النطف، واكتظ حليب اللوز فهيما، وانسحب الشرشف تحت النهدين، وشفشف عن ضلع فاترة تتلجلج فيها الألوان المائية والشغف، أرجعت وثارة شرشفها الخمري وغطيتهما، أقسم أذريا لكنهما مساني مسا، مولاي لقد مساني مسا، فاختلط الفستق والشرف، لم ترى عيوننا أنفسنا لكن مولاي سمعنا زقزقة بين الجسدين، كأن عصافير الدنيا تتأهب للصبح وليس لها هدف. وباللغة العامية العراقية؟ باللغة العامية كثير أيضا، يعني نأخذ أمثلة منها لو سمحت. روحي ولا تقلها سبيتش، وانت الماي مقطوعة مثل خيط السمك، روحي حلاوة ليل محروقة حرق روحي، حمرية قصب مهزومة بالفالة ولك روحي، وعتبها ولا مريت ولا نجديت ولا حنيت، وقالوا لي عليك هواي، وأودام العمر كلهم قضن وياك، يا ثلج اللي ما وجيت، تعال بحلم أحسبها إليك جاية وأقول إن جيت، يا العيناك فحل القطل قاطع تشول، يلي شوفتك شباش للقاسم، ودخول السنة منلقاك، يا في النبع وطعم عطش صبير ولا فرقاك، يا الرهميت يا مفتاح فضة ولا رهم غيرك علي مفتاح، حتشوت لك مختي وانطر الشباش يجيبك، وانت عرس الليل والقداح، يا هلبت تجي وترتاح، وقعد لك على فراش العرس طرق المسج والنوم، عمر وتعدى الثلاثين، لا يا فلان عمر وتعدى، وتعديت وتعديت ولانا وبعذر وديت، وانا والمسج والنوم، وانا والمسج والليل وانت النوم، الى اخره. وقصيدة حن مثلا، حن حن وانا حن، ونحبس ونا ونمتحن، مرخوص بسكت الدمع شرط الدمع حد الجفن، جفنك جنح فراشة غض، وحجارة جفني وما غمض، يلتمشي بي وينبض، روحي على روحك تنسحن، حن 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 بوي حن، حن عم حن، حن خالي حن، شفافك ولا قول ورد، عنابة معقودة عقد تمتلي بقد ما تنمرد، لا هي دفو لا هي برد، أنا بصفها راح أجن. أكثر القصائد العامية، كثير من القصائد العامية غنيت، غناها مغنيهم مغنيين عراقيين، ولحنها طالب القراغلي. أستاذ مظفر، القصيدة الأهم التي لم نسمعها من الشاعر مظفر النواب
يمكن أن نقول أنها القصيدة الحياتية التي تتجسد في رحلة العمر ما بين الشاعر ومعشوقته، لنستخدم الاصطلاح من كلمة العشق، أو رفيق دربه في الحياة. والشاعر مظفر النواب بقي وحيدا في حياته دون أن تكون هنالك امرأة تشاركه حياته في حله وترحاله. امرأة زوجة صح غير موجودة، بس في المرأة كمرأة موجودة، يعني المرأة موجودة، استمرأة موجودة في شعرك. شعره بالحق بالواقع، يعني من صخاب بهاي القضية، يعني الحياة هذه كثير بها خصوصية، ومريت بتجارب يعني عديدة وجميلة، بعضها بالشام. يعني هل هنالك سبب لعدم وجود المرأة الوحيدة الشريكة؟ إيه لا صعب، قلت لك يعني في حياتي صعب، حياتي أولا فيها تنقل مستمر، فيها مطاردة مستمرة، إذا تسافر أنت يدوبك تدبر بطاقة لنفسك حتى تسافر، تدبر بطاقة للأطفال وزوجتك، ولا مشكلة. بعدين يجري الانتقام بالعراق، كثير من المناضلين من زوجاتهم وأطفالهم، فأعتقل الزوجة يعتدى عليها على الأطفال وإلى آخره. فهذا يعني إذا يعني طفل، أي طفل بالعالم إذا يؤخذ يعني ينهر أمامي كثير. فكيف إذا كان كيف إذا طفلك وابنك وإلى آخره، ويؤخذ حتى يعذب مثلا ويوقع بيد مجموعة من دلائل زوج الذين، فهذا يعني سبب يعني الأساسي. وما تدري مظفر، الواقع أن الحديث معكم يحتاج إلى ساعات وساعات. نحن في هذه الأمسية، إن صح التعبير، الأمسية الثقافية. اكبرني حسنك يا بنفسك، وانت وحدك دوختني يا بنفسك، ورداك اللي اكبرني حسنك يا بنفسك، وانت وحدك دوختني يا بنفسك. Thank you.